لو بتاكل او بتشرب سيب اللي في ايدك وتعالالي. لو عايز تحقق اكبر عدد ممكن من المشاهدات، لو عايز تحقق اكبر عدد ممكن من المشتركين، لو عايز محتواك يوصل لاكبر عدد ممكن من الجمهور، لو عايز تحقق اكبر عائد مادي من الارباح، مش بس من الاعلانات، مش بس من المعلنين، لا من السوبر شات والسوبر سانكس والملصقات العجيبة وغيرها وغيرها اللي ممكن الفترة اللي جاية تتفتح على البحري. ركز معايا، لان في خلال الساعات القليلة السابقة وصلت رسالة لمنشئ المحتوى اهم من المية اللي انت بتشربها او الاكل اللي انت بتاكله. لان منشئ المحتوى اللي مش هيهتم بالجانب ده او الميزة دي في 2025 تأكد ان قناته ممكن تموت بنسبة 50%، خصوصا ان اليوتيوب بدأ يعتمد على الفيديوهات القصيرة في اخر تحديث لي لما طول مدتها لمدة 3 دقايق، وقبلها التحديث البث المباشر العمودي اللي بدأ يظهر مع خلاصة الفيديوهات القصيرة او خلاصة الشورتز. دلوقتي الرسالة دي بتأكد الكلام ده، الرسالة وصلت من ساعة لجميع منشئين المحتوى. فانت لو عايز بقى تجيب مشاهدات اهتم بالرسالة دي، لان الرسالة دي اليوتيوب بيقولك فيها بس محتوى مباشر بالوضع العمودي لتطوير قناتك، بالوضع العمودي لتطوير قناتك. ده اهم ميزة لازم تجربها الفترة اللي جاية، لان هي بنسبة 100% هتخلق لك شريحة جديدة من جمهورك وتفاعل جديد من جمهورك، وهتخلق لك ارباح كتير جدا من جمهورك. وخد بالك، البث المباشر لا محتاج مونتاج ولا اعادة رفع، ولا البث المباشر وقف ولا اي حاجة من الحاجات دي، خصوصا مع تحديثات اليوتيوب الاخيرة. لازم تفهم ان اليوتيوب عمال يطور في الفيديوهات اللي بتطول على قد ما يقدر علشان يجرب التيك توك ويجرب مزايا كتير جدا بدأت الفترة اللي جاية تتيح لمنشئ المحتوى. علشان كده منشئ المحتوى اللي مش هيهتم بالطريقة دي هيبقى عنده انخفاض كارثي في المشاهدات. يتيح لك البث المباشر بالوضع العمودي في خلاصة الشورتس التفاعل بشكل اكبر مع افراد جمهورك، ويمكنك مشاركة المحتوى مع المعجبين اثناء التنقل والتواصل معاهم بشكل مباشر وعفوي مما يشاهدون المحتوى على هواتفهم. يعني الجمهور اللي بيتفرج على ده انت هتظهر له بشكل اكبر، فبالتالي عندك فرصة ان يزيد مشاهداتك، عندك فرصة ان يزيد مشتركينك، عندك فرصة انه يعمل لك انتساب او سوبر سانكس او سوبر شات او ملصقات عجيبة، انه يعمل لك اي حاجة من الحاجات دي. اوعى تفكر ان البث المباشر اللي قدامك ده اليوتيوب عامله علشانك انت بس، ده عامله على جميع منشئين المحتوى. فبالتالي لو انت فكرت انك مش هتستخدمه في غيرك هيستخدمه افضل استخدام. فانت لو مش عايز تستخدمه ما تستخدموش، بس غيرك هيستخدمه افضل استخدام وهيجيب بيه افضل مشاهدات، خصوصا مع التحديث التاني اللي انا حبيت اقوله في الاخر علشان التحديث ده مهم جدا. اليوتيوب النهاردة بيقول لك انا هعمل لك ميزة جديدة في البثوث المباشرة والعروض الاولى من اجل تحديد هدف. يعني ايه تحديد هدف؟ تعال وبص معايا. نحن نختبر ميزة جديدة واهداف جديدة تجعل باختبار ميزة تساعد على جعل البث المباشر والعروض الاولى اكثر جاذبية، وهي الانجازات. ايه هي الانجازات؟ ان يقول لك في البث المباشر انا عايز مثلا اوصل لي 30 رسالة بث مباشر، اللي هو الهدف. عارف الهدف اللي في التيك توك اللي بيحصل في البث المباشر، عايزين نحقق التارجت، كبس كبس كبس، ادي وردة، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، مش عارف اعمل اكسبلور، الحاجات دي. شفت؟ دي هي بالظبط اللي هيحصل في اليوتيوب الفترة اللي جاية. معنى كده ان اليوتيوب يتحول الى تيك توك، ونحن في وضعنا هذا لازم نهتم باليوتيوب ونهتم ان اليوتيوب ارباحه اكتر. ازاي؟ لان اليوتيوب عنده شريحة كبيرة جدا من الاعلانات، ومنصة اكبر من التيك توك 100,000 مرة. داعمين اللي موجودين اصلا في دول الخليج على التيك توك هيجوا على اليوتيوب، لان اليوتيوب شروطه واضحة
واضحة وضوح الشمس، 500 مشترك، وكمان 3000 ساعة. فعلت الربح يا حبيبي، فعلت الربح يا عزيزي منشئ المحتوى. ابدأ بقى اكسب، وخد بالك ارباح البثوث المباشرة والار بي ام للبث المباشر رهيبة رهيبة. طب الفيديوهات القصيرة برضو مهمة جدا الفترة اللي جاية، واللي مش هيهتم بالبثوث المباشرة العمودية، واللي مش هيهتم بالفيديوهات القصيرة، واللي مش هيهتم انه يعمل فيديوهات لجمهوره هيخسر، خصوصا الفترة اللي جاية. وانا عملت فيديو سابق بتكلم ان قناتك هتموت لو ما اهتمتش بالذكاء الاصطناعي. ايه اللي بيحصل في اليوتيوب؟ اليوتيوب يتحول. ايه اللي بيحصل في المحتوى؟ المحتوى يتحول، يتحول لكل شيء. كل لحظة بنلاقي رسالة جديدة بتأكد لك ان الفيديوهات العمودية بتستهدف جمهور، الجمهور ده جمهور جديد عن محتواك، جمهور مختلف عن محتواك. وعلى فكرة انا جربت امبارح الموضوع ده في قناة المتوحد فكرة، وحذفت البث المباشر. ليه حذفت البث المباشر؟ لان انا محتوايا ما ينفعش في الفيديوهات اللي بالطول، ما ينفعش في المحتوى ده، لان دايما محتوى، محتوى ترفيهي او محتوى عائلي او محتوى فلوجات، ما ينفعش تعليمي بفيديوهات قصيرة ولا بث مباشر عمودية. انا جربتها ولقيتها مش نافعة معايا، فقررت ان انا انسحب. عشان ما تقوليش ما بتعملش ليه، انا برضو بحب اوضح لك كل حاجه بالتفصيل علشان ما تقعدش تسال نفسك هو بيقول لنا يا جماعه اهتم بالبث المباشر ما بيعملش بث مباشر ليه. المتوحد فكره ده اصفر، لا والله ما اصفر، والله ما اصفر. انا بوضح لك كل حاجه بالتفصيل علشان تفهم. يبقى الفتره اللي جايه لو عايزين مشاهدات، لو عايزين ارباح، لو عايزين مشتركين، نهتم بالبثوث المباشره، خصوصا ان التحديثات اللي جايه كلها من اجل الفيديوهات العموديه. التحديث الاخير بتاع الثلاث دقائق قريبا جدا هتلاقيه. كل يوم بيظهر تحديث، وكل يوم بيظهر حاجه جديده. انت كمنشئ محتوى لو ما جربتش انك تفكر في فكره تخلي جمهورك يجي لك فانت بتخسر. تعالوا بقى معايا نبص على استلهام الافكار. بص وانت بتستلهم الافكار هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك ايه؟ بص 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 الفيديوهات قصيره، بص 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 اطلع اطلع فيديوهات قصيره حتى في الكمبيوتر، حتى في الكمبيوتر، بص 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 حتى في الكمبيوتر. يعني مجال حلو جدا انك تهتم بيه، مجال حلو جدا قوي قوي قوي. نركز الفتره اللي جايه بقى ان نهتم بالموضوع ده. وعملت الفيديو اللي فات اتكلمت على مدى اهميه الفيديوهات القصيره، بس ما نقفرش. يعني ايه ما نقفرش؟ يعني انا عندي عدد فيديوهات من الفيديوهات القصيره مثلا نزلت امبارح 2 1 2، بس انا كنت نزلت كام فيديو طويل، ادي 1 2 اهم، بس نزلت بكام واحد طويل 2 برضو. ما نزلش بقى 5 فيديوهات قصيره وفيديو طويل، ابقى بدمر الفيديو الطويل. لازم يكون في موازنه، وهكذا البث المباشر. ما اعملش 50 بث مباشر وبطل فيديوهات، وما اعملش 50 فيديوهات قصيره وبطل بث مباشر. لازم اعمل توازن بين الفيديوهات والشورتز والبث المباشر والمنشورات. المنشورات دي يعني ايه؟ المنتدى وقوائم التشغيل. لازم اظبط كل حاجه. الحاجات دي مهمه جدا، ركز عليها يا عزيزي منشئ المحتوى. الكلام اللي بقوله لك ده بفلوس، في ناس بتحقق منه مئات الالاف من الدولارات بصوره سنويه، وفي ناس على الاقل شهريا بتحقق 200-300 دولار، وانت لسه قاعد بتفكر يا ترى اعمل بث مباشر ولا لا. اصل بنت عمي هتشوفني، يا لهوي، اصل انا اخويا هيقول لي لا، يا لهوي، اصل الجيران، اصل الكلب اللي بيهوهو. ما يهوهو، هو بيهوهو عليا. ما الناس كلها عندها كلاب. اشتغل يا عم الحاج، عيش ويلا، اقف يلا، اعمل بث مباشر واشتغل يلا. اليوتيوب عايزك، مجالك واسع. شكرا للجميع.